أعلنوها ما أعلنوها متى يعلنوها الله أعلم. هذا هو عنوان حيدر المكاشفي لهذه الزاوية لهذا اليوم. يقول العنوان أعلاه يحتوي على سؤالين وإجابتين. السؤالان ظل يصفعاني بهما كل من يلتقيني من عامة الناس ويعرف أنني أعمل بالصحافة، والإجابتان هما ما ظللت أرد بهما على السائلين. فكلما التقاني أحد بادر بسؤالي أها الحكومة أعلنوها، وعندما أجيبه بلا يلقي بسؤاله الثاني ويتلقى إجابة الثانية. هناك آخرون ليسوا في عجلة لتكوين الحكومة، وإنما يشغلهم ما يمكن أن تأتي به الحكومة الجديدة، هل يكون سبعا أم ضبعا. بعض هؤلاء يخشى أن يكون انتظارهم لها مثل انتظار جودو، وفي رواية سودانية خالصة مثل الراج الري. وعلى كل حال من السابق لأوانه التكهن بشيء، ما زال في رحم الغيب وتحت التخلق، وما علينا سوى الانتظار الذي نرجو لا يكون مثل انتظار جودو أو الراج الري. يضيف الكاتب قائلا قبل أكثر من 60 عاما كتب المسرحية الإيرلندية الشهير ورائد المسرح الطليعي سامويل بيكيت مسرحيته الشهيرة في انتظار جودو، التي أصبح عنوانها هذا مضربا للمثل على كل حالة انتظار مملة وغير مثمرة وبلا جدوى. والذين لا يعرفون انتظار جودو ولم يسمعوا بها من أهلنا الغبش يستخدمون عبارة أخرى تماثلها تماما في المعنى، هي راج الري. فإذا قال لك أحدهم أنت راج الري، فهو إنما يسخر من انتظارك العبثي لشيء لن يأتي بعد. ختم المكاشف هذه الزاوية بالقول: واللا معقول هو الذي جعل شخصيات معدمة ومهمشة ومنعزلة تنتظر شخصا يدعى جودو ليغير حياتهم نحو الأفضل، ولكن المدعو جودو لا يأتي أبدا كما في مسرحية سامويل بيكيت المشار إليها. انتظار جودو أو انتظار الري هذا ما لا يتمناه كل من ينتظر شيئا أو شخصا، وهذا أيضا ما لا يتمناه بل ويخشاه الناس مع الحكومة المنتظرة، ولسان حالهم يقول لعل كل حركة معاها بركة. وها قد انتهت حركة حوار الثورة في انتظار بركاتها، وكل ما يأملونه ألا يكون هو انتظار الراجي الري أو انتظار عودة جودو الذي لا يأتي، وإنما انتظار البركة التي أملوا فيها وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إضافة إلى ما ذكره أستاذ حيدر المكاشفي في الانتظار، فإنه إضافة إلى الثقافة العربية أيضا ينتظرون والوعود يربطونها بالكمون، يقولون للكمون غدا نسقيك وبعد غد نكفيك، وكانوا يتلذذون بهذه الوعود ويرون ويزعمون أن الكمون ينمو بالمواعيد، هذه في الثقافة العربية.